سلام، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين ومبسوطين. لعبه الحوت الازرق دائما نسمع عنها كلام كثير، لدرجه انه امس بالتحديد طلع عندنا هاشتاج، طلع ترند بيتكلم على انه لعبه الحوت الازرق تسببت في وفاه احد الاطفال من مدينه ابها عندنا في السعوديه. طبعا الموضوع اخذ حيز اعلامي جدا كبير، لدرجه انه كل مواقع التواصل الاجتماعي عندنا وخاصه الحسابات الكبيره والمعروفه زي العربيه وجرائد معروفه زي عكاظ اتكلموا في الموضوع، واللي بدا بالتحديد من التغريده اللي حتشوفونها قدامكم. طبعا عبد الله بن فهد بيقول توفي قبل قليل ابن خالي الذي يدرس الصف السادس الابتدائي متاثرا باحدى الالعاب الالكترونيه التي اجبرته على تنفيذ الانتحار شنقا ليدخل مرحله جديده من اللعبه، انا لله وانا اليه راجعون. ضيفوا على هذا كمان موقع جريده عكاظ اعطونا كمان تفاصيل ثانيه للطفل اللي حتشوفون صورته قدامكم الله يرحمه، اللي ابوه اسمه عبد الرحمن الاحمري. طبعا الصوره اللي حتشوفوها متصور واضح مع المخرج المعروف عبد الخالق الغانم المسؤول عن سلسله او مسلسل طاش مطاش. اهم حاجه ذكروها انه وزاد الاحمري بعد وفاه ابني ذهبت لابحث عن كل ما يكون يدور حول هذا الطفل البريء وصعقت من المعلومات والحرب النفسيه الموجوده في هذه اللعبه والتنقل بين مراحل المنطقه الملعونه ومنطقه اللعنه والتي تتطلب رقابه الكترونيه مشدده لضمان عدم تكرار هذه الحادثه مع اطفال اخرين. اذا واضح انه هي لعبه الكترونيه لانه اكثر من مصدر اتكلم انه هي لعبه الكترونيه، ولازم يا الاهل تنتبهون على اطفالكم من هذه اللعبه. طبعا كمان ارفقوا في تويتر بعض الصور للعبه وبعض طلباتها حتشوفونها قدامكم، واتوقع انه ممكن بعضكم لاحظ علامه وولد ديزني او شركه ديزني اللي هو القصر حقهم، وفعلا لما تيجي تبحث عن اللعبه حتطلع لك لعبه ديزني ماجيك كينجدوم، لعبه من العاب الجوالات معروفه تقدر تحملها على الايفون او حتى على اجهزه الاندرويد على اساس انك تحاول تبني مدينه زي مدن وولد ديزني لكن بطريقتك الخاصه. وهذا بيخليني اشك صراحه في وسائل النقل الاعلام اللي موجوده عندنا وبعض الحسابات اللي للاسف اصحابها اغلب هم ناس ما شاء الله عليهم يعني موثقين حتى من تويتر ومعروفين اعلاميا، وللاسف بعضهم تقنيين ويرتكبون غلطه زي كذا في نقل الخبر. نقل الخبر او اسم اعلامي مو معناته انك انت تنقل خبر زي ما هو بدون ما تحقق وتدقق فيه، وتوقع هذا الشيء او اساسي بتدرسوه او تتعلموه حتى في الجامعه. فاللي ابغى اوصله لعبه الحوت الازرق عباره عن لعبه خلينا نقول بتعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحديد قالوا في موقع اسمه في كي فكرته زي فكره الفيسبوك وانتشر اكثر شيء عندنا في روسيا وبعض الدول وبدا ينتشر عندنا في الفتره الاخيره هنا، لكن مو معناته انه لازم موقع في كي او حتى فيسبوك، لا اي موقع تواصل اجتماعي وحتى واتساب يكفي ويوفي في هذا الموضوع. طبعا حتكون في 50 طلب معين تحاول تسوي الطلبات هذه بترتيب معين، وطبعا لهم طريقه يتاكدوا منها انك انت فعلا سويت هذه الاشياء اللي اخرها حيكون توصل للانتحار. خبر لعبه الحوت الازرق حقيقي موجود لانه حذرت منه حتى اكثر من موقع او اكثر من مصدر يوثق او نقدر نوثق فيه اجنبي، فبالتالي وجب التنبيه من هذه النقطه، لكن في نفس الوقت ما نقدر نلوم الالعاب الالكترونيه وشركات معروفه زي سوني او بلاي ستيشن زي ما شفنا تناقل الخبر هذا في الواتساب. صراحه كل العتب على وسائل النقل الاعلام الموجوده عندنا، وانه بعضهم قاعدين يتعللوا انه احنا بس مجرد ناقلين الخبر، وهذا اتوقع بيوضح لنا قد ايش انه اعلامنا ضعيف جدا في الامور هذه، ولا حتى عنده الاسس اللي بيقدر يستخدمها اي شخص حاليا في 2018 بيقدر يسويها، يروح جوجل يحط اسم اللعبه حيتفاجئ فعلا انه ما في حتى جيم بلاي او اسلوب باللعب للعبة الحوت الأزرق، مجرد اللهم صورة حوت على يد أو بعض القنوات وبعض المصادر اللي تكلموا عن اللعبة بدون ما تكون في أي عرض للعبة، وهذا الشيء احنا ملاحظينه من زمان، وما أدري كيف للأمانة أنه هذا الشيء ما يكون واضح للناس اللي قاعدة تنقل الخبر سواء كانت قنوات موثوقة ومعروفة وكبيرة أو حتى جرائد محلية. كل اللي أتمنى أنه الأهل لازم ينتبهون لأطفالهم، لازم الأطفال يعرفون أنه أي حاجة بيسووها خاصة لما تحتك مع ناس كبار في السن حيقدروا يضحكوا عليك. لا تجي تقول لي أنا كبير، بالعكس أنا أفهم، لا هو مو موضوع فهم ولا ما كان في شيء اسمه تصنيف عمري عندنا حتى في الألعاب الإلكترونية. لازم تحط في بالك عزيزي الأب أو الأم أنه ما في لعبة بتتجرأ وبتقول لك سوي شيء في نفسك معين، لانه اصلا ما راح يتوافق عليها في الغالب، وحتى لو صار في الغالب حتلاحظوا ان اللعبه هذه منتشر عنها كلام كثير في الميديا بدل ما انه بس اللهم مجرد كلام في الواتساب. كل اللي اتمناه في النهايه انه الجرايد والمواقع المتخصصه بالاخبار الرسميه المعروفه
تتقلى في نفسها وتتقلى كمان في طرق نقلها للأخبار، وتستخدم أقل الأسس في نقل الخبر من أنه تتأكد تسأل قبل ما أنه بس اللهم تنزل خبر على أساس أنه صار ترند وبمحاولة منك أنك تجيب بس مشاهدات من خلف الموضوع للأسف. ونفس الكلام بوجه للناس اللي عندهم حسابات كبيرة ومعروفة في تويتر أو حتى في الانستغرام أو في أي مكان، أنه مو معناته إذا كان حسابك كبير معناته تنقل الخبر بدون ما أنه تتأكد منه، لأنه هذه مسؤولية عندك. إذا أنت من تقد المسؤولية فنصيحة، ابتعد عن مجال الإعلام. ولو أنه أنا متأكد دارسين أغلبكم وفاهمين ما شاء الله تبارك الله، فمن الأسس ومن الأشياء البسيطة أنك تبحث عن الموضوع. ترانا في 2018، فلا ترجعون الأيام سودة قديمة كان الواحد بيصدق فيه بس كلام الناس، زي أيام البنت اللي ما رضيت تصلي أو رمت قرآن وتحولت لمخلوق اللي طلع بعدين عبارة عن مخلوق مأخوذ من أحد الأفلام المعروفة المشهورة. فرجاء رجاء في 2018 شوفوا لكم شيء مختلف جديد. فيعطيكم العافية على المتابعة، أتمنى أن الرسالة وصلت. كان معكم أحبرهم من قناة فيديو جيم فور عرب. سلام.